عواقب تثير ذعر واشنطن، لهذا السبب لن يجرؤ بايدن على معاقبة محمد بن سلمان. خطوات تصعيدية عدة اتخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تلك الخطوات التي لم تتخذها الإدارة الأمريكية السابقة فيما يتعلق بملف مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي. فمن خلال تصريحات كايت بندنفيلد مديرة التواصل في البيت الأبيض لشبكة CNN، من الواضح أن الرئيس بايدن يؤمن بأن المحافظة على العلاقات مع السعودية أهم من تحميل ولي العهد المسؤولية المباشرة. ورداً على السؤال ألم يقم ولي العهد بحسابات أن قتل خاشقجي أهم من العلاقات مع أمريكا، أجابت بندنفيلد: سأعارض الإطار الذي وضعت الموضوع فيه. الرئيس بايدن كان واضحاً تماماً بأنها كانت جريمة فظيعة وغير مقبولة وليست أمراً سنقوم نحن الأمريكيون بالتساؤل فيه مع المضي قدماً، وأوضحنا ذلك للحكومة السعودية واتخذنا خطوات صلبة وقمنا بمعاقبة أفراد وشبكة انخرطت في هذه الجريمة، وتابعت: ولكن علينا اتخاذ قرارات تصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وعلينا اتخاذ قرارات تساعدنا على إنهاء الحرب في اليمن وإنهاء المعاناة الإنسانية هناك والدفاع ضد إيران ووكلائها، علينا اتخاذ هذه القرارات. ونقل موقع شبكة CNN الأمريكية عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إنه كان هناك نقاش أو توتر قليل داخل البيت الأبيض في الأسبوع الأخير قبل نشر تقرير الاستخبارات حول خاشقجي، وأوضح المسؤولون أن خيار معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن خيارا مطروحا على الطاولة. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس بايدن لم تتقدم حتى بطلب للخارجية للعمل على خيارات حول كيفية استهداف ولي العهد السعودية، في حين قال مسؤول آخر في الخارجية إن معاقبة محمد بن سلمان لم يكن أبدا خيارا قابلا للتطبيق باعتبار أنه قد يقلب عددا من المبادرات المهمة في المنطقة. بينما قال مسؤولان في الإدارة الأمريكية إن معاقبة ولي العهد السعودي سيكون معقدا جدا ويمكن أن يهدد مصالح الجيش الأمريكي في المملكة نتيجة لذلك. وكانت الاستخبارات الأمريكية قد أعلنت في تقرير نشر أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018. وجاء في التقرير: وفقا لتقديراتنا وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول في تركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي. وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته. وردت السعودية على التقرير الأمريكي بالقول إنها ترفضه رفضا قاطعا، واعتبرت أن التقرير تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.